في حد عنده أسئلة في المحاضرة اللي فاتت؟ إحنا آخر حاجة خدناها المحاضرة اللي فاتت خدنا الأرثماتيك أوبريشن وخدنا منها المالتيبليكيشن طبعاً خدنا السبتراكشن قبل كده وخدنا المرة اللي فاتت المالتيبليكيشن وخدنا اللوجيك أوبريشن تمام؟ خدنا من اللوجيك أوبريشن إن إحنا إزاي نعمل الأور الاوبريشن اللي كانت موجوده وزي نكتب برنامج. قلنا ان احنا بنستخدم الاور اوبريشن او بنستخدم برنامج بالاور لان مش موجوده هاردوير. لو موجوده هاردوير فكنا نفذنا كهاردوير انستراكشن. عشان مش موجوده في هاردوير فاحنا بننفذها كسوفت وير انستراكشن. حد عنده اسئله لحد الجزء ده؟ النهارده هنبدا نتكلم مع بعض هنشوف الشيفت اوبريشنز ازاي بتتم. طبعا احنا عندنا كام شيفت اوبريشن موجوده في الانستراكشن اللي هم ما عندناش غير حاجه واحده بس سيركلر شيفت والسيركلر شيفت ممكن يبقى رايت وممكن يبقى ليفت تمام عندنا كام نوع اصلا من الشيفت كام نوع من الشيفت عموما ثلاثة اللي هم عندنا سيركلر شيفت ودي موجوده كهاردوير انستراكشن وعندنا لوجيكال شيفت وعندنا ارثماتيك شيفت وخدنا الكلام ده قبل كده. طيب لو انا عايز اعمل لوجيكال شيفت ايه المطلوب مني عشان اعمل لوجيكال شيفت؟ طبعا احنا ما عندناش الانستراكشن اللي موجوده عندنا زي ما انا قلت من شويه ان احنا عندنا سيركلر شيفت سواء كان سيركولر شيفت رايت او سيركولر شيفت ليفت تمام سيركولر شيفت معناها ان انا بعمل شيفت للاي والاكوموليتور الاثنين مع بعض يعني الاثنين مع بعض وبعمل لهم سيركولر شيفت لو انا بعمل سيركولر شيفت رايت يبقى الداتا اللي في الاي بتيجي هنا تمام وبعدين بيحصل سيركوليشن للداتا اللي موجوده كيف الدبلج؟ ماشي كده؟ طبعا عشان اعمل لوجيكال شيفت كان ايه المطلوب في اللوجيكال شيفت؟ عشان اعمل لوجيكال شيفت كان ايه اللي مطلوب في اللوجيكال شيفت؟ ها؟ مين اللي فاكر؟ لو بعمل شيفت لوجيكال شيفت رايت إذا كان المفروض إن أنا بدخل نهوت زيرو بدخل هنا زيرو عشان أدخل زيرو في الأكوموليتور من هنا يبقى لازم الأول أعمل كبير للإي لازم الأول أعمل كبير للإي يبقى أنت لازم تكون عارف قوي كويس قوي أنت هتعمل إيه عشان أقول إن أنا اللوجيكال شيفت هعمله إزاي باستخدام السيركولار شيفت يبقى قبل ما أعمل سيركولار شيفت لو انا عايز اعمل سيركولر لوجيكال شيفت رايت يبقى لو انا عايز اعمل لوجيكال شيفت طبعا رايت او ليفت زي ما هنشوف دلوقتي يعني لو عايز اعمل لوجيكال شيفت رايت يبقى المفروض ان انا لو عايز اعمل لوجيكال شيفت رايت يبقى المفروض ان انا بعمل كلير للتي عشان احطه في الاي زيرو عشان احطه في الاي زيرو بعد ما احطه في الاي زيرو اعمل لوج سيركولار شيفت سواء كان رايت او سيركولار شيفت ليفت لان في الحالتين لو كان سيركولار شيفت رايت يبقى الاي بتيجي هنا لو سيركولار شيفت ليفت يبقى كانت الاي اهي الاي دي هتيجي كده لو سيركولار شيفت ليفت يبقى في الحالتين الاثنين لو انا عايز اعمل لوجيكال شيفت سواء كان لوجيكال شيفت رايت او لوجيكال شيفت ليفت يبقى لازم اعمل الاول كبير للاي بعد كده اعمل سيركولار شيفت رايت بعد كده او سيركولار شيفت ليفت يبقى الاثنين لان انا ممكن اعمل دي او اول سيركولار شيفت ليفت طبعا الاثنين عمرهم هيبقى مع بعض انما اعمل كليرف دي بعد كده سيركلر شيفت ليفت او سيركلر شيفت رايت
طيب بالنسبه للارثماتيك ايه المشكله اللي كانت موجوده في الارثماتيك؟ ساين بيت. طبعا الساين الناس اللي بتتكلم ورا الساين بيت كان فيها مشكله وكنا لازم نعالج المشكله اللي موجوده عندنا. تمام، كنا لازم نعالج المشكله اللي موجوده عندنا. المعالجه في حاله الشيفت رايت بتختلف عنها في حاله الشيفت ليفت. يبقى عشان انا بعالج الشيفت في حاله الشيفت رايت كانت بتختلف عنها في حاله الشيفت ليفت. طيب تعالى كده نشوف الشيفت رايت هنعالجها ازاي بالبروجرامنج هنا. شيفت رايت يبقى كان المفروض انا بعمل شيفت ولا شيفت رايت ان انا باخد الساين بيت اكد ان الساين بيت يجب ان تحتفظ بنفسها زي ما هي. كانت المشكله عندنا في الساين بيت، المشكله في الساين بيت لو كانت الساين بيت دي زيرو فانا عايز احافظ عليها زيرو، لو كانت زيرو فانا عايز احافظ عليها زيرو، ولو كانت الساين بيت دي واحد فانا عايز برضه احافظ عليها واحد. تمام، امتى الساين بت بتبقى زيرو وامتى الساين بت بتبقى واحد؟ ده اذا كان رقم بوزيتيف وده اذا كان نيجاتيف. طيب يعني انا عايز اقول لو كان الرقم عندك بوزيتيف خلي الخانه دي زيرو حتى بعد ما تعمل شيفت. تمام، حتى بعد ما تعمل شيفت. طيب لو انا والخانه دي برضه عايز احافظ عليها تبقى واحد، الحالتين الاثنين احنا بنعمل شيفت رايت. حد يقول لي نعملها ازاي؟ نشفت بنفس البت. طب هشفت بنفس البت ازاي؟ ايه الانستراكشن اللي هتشفت لي بنفس البت؟ انا ملتزم ب 25 انستراكشن ما اقدرش اخرج عنه. ال 25 انستراكشن اللي احنا خدناهم للبيزك كمبيوتر اللي موجودين عندنا قبل كده. دولت ال 25 انستراكشن اللي موجودين اللي انا ملتزم بيهم. دولت ال 25 انستراكشن اختار لي كده من الانستراكشن دي ايه اللي احنا ممكن نسيبه او ايه اللي ممكن نستخدمه. سكيب بوزيتيف او سكيب نيجاتيف. طيب انا بقول له دوت، اقول له كلير للاي، يبقى الاي اصبح فيها ايه دلوقتي؟ اصبح فيها زيرو. طيب يبقى لما يبقى الاي فيها زيرو ودي كانت زيرو يبقى لو انا عملت شيفت هتيجي هنا. مظبوط كده؟ لو انا عملت شيفت هتيجي هنا يبقى هتحافظ على نفس الاشاره اللي كانت موجوده عندي. يبقى هقول له لو كان الاكوموليتر بوزيتيف، لو كان الاكوموليتر بوزيتيف اعمل لنا سكيب. سكيب بوزيتيف حسب اللي موجوده هنا. سكيب نيكست انستراكشن اللي الاكوموليتر از بوزيتيف. سكيب ايه اللي هي الاكوموليتر، اذا كان الاكوموليتر بوزيتيف يبقى بيعمل سكيب للقيمه اللي موجوده عندي. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى سكيب في الاكوموليتر بوزيتيف. طيب اذا ما كانش ها هيعمل ايه؟ هيعمل كومبلمنت. ها كومبلمنت للاي، يبقى بيعمل كومبلمنت للاي، يبقى كده الاي بقت ايه؟ بقت بواحد. وبالتالي لو كانت بواحد يبقى خلاص، يبقى هو لو كان الاكوموليتور بوزيتيف يبقى يعمل سكيب للدي. تمام؟ يعمل سكيب للاي دي. واضح؟ طب لو ما كانش يبقى المفروض هيعمل ديت مباشره، يبقى مش هيعمل سكيب للدي، يبقى هيعمل كلير، هيعمل كومبلمنت للدي
بيه يبقى بعد كده هيكمل الحاجه بتاعه الشيفت اللي هو عايز يكمله. تمام؟ طيب يبقى عمل سكيب اي بعد كده يعمل سيركولار شيفت، سواء سيركولار شيفت رايت او سيركولار شيفت ها ليفت رايت بس. يبقى انا سيركولار شيفت رايت. يبقى عشان اعمل سيركولار شيفت رايت في حاله الاريثماتيك لازم اضيف دولت قبل ما اعمل سيركولار شيفت رايت، ودولت كالتالي بقول له كلير للاي يبقى بخلي في الاي زيرو. تمام؟ يبقى انا كده ضمنت ان الاي هتبقى زيرو بس لما يعمل سيركولار شيفت رايت يبقى فيها زيرو. طيب لو كان بوزيتيف يبقى يعمل سكيب لدي عشان يتنيه يظل يحتفظ بالقيمه اللي موجوده عنده اللي هي زيرو اللي موجوده في الاي. تمام؟ لو كان نيجاتيف يبقى خلاص هيعمل كومبلمنت للاي وبعد كده يعمل سيركولار شيفت رايت القيمه اللي موجوده. يبقى دول التعديلين اللي احنا بنعملهم. طيب لو كان يبقى الكلام ده هو لو كان في الحاله دي حاله شيفت رايت. طيب في حاله الشيفت ليفت، في حاله الشيفت ليفت احنا عالجناها ازاي؟ خدنا الساين بيت اللي موجوده هنا ساين بيت، او بعد ما اعمل شيفت هتبقى الخانه اللي موجوده هنا الساين بيت راحت في الدي، وبعدين اخد الخانه اللي موجوده في الساين بيت الاثنين ادخلهم على ادخلهم على اكس اور، والاكس اور هتدينا الفي. لو كانت الفي بتساوي واحد يبقى في ايرور موجود عندنا. واضح كده؟ يبقى دي الحاجه اللي احنا هنعالج بيها لو في حاله الشيفت ليفت. ماشي يا شباب؟ نيجي نشوف ازاي نعمل سب روتين. ايه هو تعريف السب روتين الاول؟ ايه تعريف السب روتين؟ او تعريف الفانكشن في البروجرامنج يعني، او السب روتين في البروجرامنج. طب اي لغه برمجه ايه تعريف السب روتين؟ او تعريف الفانكشن. خدتوا فانكشن صح؟ ولا ما خدتوش؟ اتفضل. بلوك اوف كود بيكسكيوت سب تاسك يعني. يبقى بيعمل تاسك معين. طب ليه عملناه؟ عشان ما ينامش تكرارية. يبقى عشان انا ما اكررش الكود ده اكثر من مره داخل البرنامج اللي موجود. طيب how this function connect with the main program؟ لا كود. ها؟ لا كود. يبقى في كول من المين بروجرام للفانكشن اللي موجود. طيب بعد الفانكشن ما بتخلص بتحصل ايه؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ يعني لو انا عندي البروجرام اهو ادي البرنامج بتاعي عباره عن مجموعه الانستراكشنز اللي موجوده عندنا، هو بينفذ هنا في الخطوه دي عمل كول للفانكشن. الفانكشن دي في اي مكان داخل الميموري. طبعا هيستدعيها من داخل الميموري مظبوط كده؟ لما يستدعيها من داخل الميموري وينفذ، وبعد ما يخلص تنفيذ بيرجع فين؟ بيرجع لو الفانكشن هنا هيرجع اخر حاجه هترجعه هنا. الجمله التاليه للفانكشن او الجمله التاليه للكود اللي بيعمل لي الفانكشن اللي موجود. طيب what is the instruction from the 25 instruction that can call subroutine؟ can be branch and save address return. يبقى لي البرانش اند سيف ادرس ريتيرن هي. يبقى احنا قلنا السب روتين عامل زي الفانكشن، يبقى ده عباره عن سيف اوف كومن انستراكشن ممكن يتم يمكن تستخدم، وبيبقى كل الداتا موجوده فيها، مش بس اللي بيتكلم كل الداتا موجوده فيها، وبعد المين بروجرام بيعمل كل السب روتين بينفذ التاسك اللي مطلوب منه، وبعدين بيرجع للجمله التاليه لجمله الكود بتاعت السبروتين. الجمله اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي برانش سيف ادرس ريتيرن. برانش سيف ادرس ريتيرن كان بياخد قيمه البروجرام كاونتر بيحطها في الميموري، وبعد كده بيقفز الى الميموري اوف اي ار، بيقفز البروجرام كاونتر الى اي ار زائد واحد اللي هو الادرس الثاني لنفس الادرس اللي سجل فيه القيمه اللي موجوده عندنا.
تمام كده؟ طيب تعال نشوف نفتكر مع بعض كده الشكل ده. تمام؟ الشكل ده كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاكسكيوشن بتاع البرانش السيف ادرس ريتيرن ده فور اكسكيوشن وده افتر اكسكيوشن. طيب لما جينا ننفذ البرانش السيف ادرس ريتيرن اللي موجودة عند الادرس رقم 20 كان البروجرام كاونتر قيمته بتساوي 21. انا بقول له برانش السيف ادرس ريتيرن عند 135 هيروح عند 135 ويسجل قيمة البروجرام كاونتر. سجل قيمة الايه؟ البروجرام كاونتر. بعد ما سجل قيمة البروجرام كاونتر بدأ ينفذ السبروتين. وصل لنهاية السبروتين، في نهاية السبروتين في جملة أو في انستراكشن بتقول له برانش برانش انكونديشنال على 135 اللي هو الأدرس اللي مسجل فيه الأدرس اللي هيرجع له. بس هنا الانستراكشن ديت هتبقى اندايركت يبقى بيرجع لها اندايركت. لما بيرجع اندايركت يعني بيعمل ايه؟ يعني بيروح ل 135 ياخد القيمه اللي موجوده كانها ادرس هي عباره عن ادرس وهو ده الادرس اللي هيبدا من عنده استكمال او تنفيذ استكمال البرنامج بتاع اللي موجود. ودي اللي هنستخدمها في كتابه الصف روتين. تمام؟ دي اللي هنستخدمها في كتابه الصف روتين. طيب تداول او انتقال الداتا طبعا كان في بيبقى دايما بين البروجرام او الفانكشن بين البروجرام والسب روتين او بين البروجرام والفانكشن في بارامترز انا ببعتها من الفانكشن للمين بروجرام. الوسيله اللي انا هبعت بيها البارامتر ديت يا اما من خلال انه ارجعه تاني الى الداتا الموجوده تمام او من خلال الاكوميليتور. يبقى الداتا بتاعتي هتروح في الاكوميليتور والنتيجه بتاعتي ترجع في الاكوميليتور لان انا بستخدم الاكوميليتور في المين بروجرام وبستخدمه في السب روتين اللي موجود عندنا. بيقول لنا هنا ناخد طبعا مثال يبقى الداتا بتاعتنا اللي كانت بتمشي دايما بتمشي من خلال الاكوميليتور او من خلال اللينك اللي موجود عندي بين الكمبيوتر وبين او بين المين بروجرام والسب روتين. بيقول هنا نكتب برنامج صغير قوي بيقول لي رايت بروجرام تو لوجيكال شيفت ليفت تو لوجيكال شيفت ليفت تو نمبرز. يبقى هتعمل لوجيكال شيفت ليفت تو نمبرز أربعة بت هتعمل لهم شيفت تمام والشيفت هيبقى ليفت لأربع أرقام موجودة ستورد إن ذا ميموري آد تو ديفرنت أدريسز. يعني أنا عايز أعمل عندي رقمين في الميموري قال لي لو قلت إن أنا عندي مثلا آدي رقم أهو وليكن إكس وادي رقم تاني واحد. عايز اعمل شيفت للارقام اللي موجوده عندي دي اربع خانات جهه اليسار وارجعهم تاني مكانهم تمام وارجعهم تاني مكانهم او اعمل شيفت. يعني طبعا البرنامج بسيط قوي اعمل شيفت لاي عدد من الارقام اللي موجوده عندنا. ماشي يا شباب؟ طيب انا هنا عندي تو نمبر وبعمل للتو نمبر شيفت والشيفت بعمله اربع مرات. طبعا ممكن اكتب البرنامج واقول له شيفت ليفت شيفت ليفت شيفت ليفت تمام وفي كل مره هو بيعمل شيفت ليفت. ماشي كده؟ طبعا لما اعمل شيفت ليفت يعني انا عندي اهوت هعمل شيفت ليفت يعني في هذا الاتجاه. مظبوط كده؟ هعمل شيفت ليفت يعني في هذا الاتجاه. يعني انا الاي اللي كانت موجوده هنا هتيجي هنا. يبقى المره الاولانيه لو لوجيكال شيفت او خليها حتى سيركولار شيفت مش مشكله يعني. طبعا لوجيكال شيفت يبقى انا محتاج كل مره اعمل كلير للدي قبل ما اعمل شيفت تمام؟ خليه لوجيكال شيفت احسن مش مشكله. طيب يبقى هعمل شيفت اربع مرات اللي موجوده عندنا وبعد ما اعمل شيفت اربع مرات الاربعه بت اللي انا جبتهم دولت هنا هعمل لهم كلير. يعني هعمل كلير للاربعه بت دول. يبقى بعد ما اعمل لهم شيفت اعمل لهم كلير. واحد يقول لي طيب انا ممكن اعمل لهم كلير من الاول وخلاص. ماشي؟ لو اعمل لهم كلير من الاول اعمل لهم ازاي؟ ولو اعمل لهم كلير بعد ما اعمل شيفت اعمل لهم ازاي؟
في طبعا فكره في البرنامج بسيطه قوي وده وفر فيه عدد الخطوات الموجوده اللي احنا هنكتبها. طيب تعالى كده نشوف هنعمله ازاي. اول خطوه في البرنامج هقول له اورج. ماشي؟ اورج 100 وبعدين هقول له لود اكس. كده عمل لود للقيمه اللي موجوده في الاكوميليتر. مظبوط كده؟ كده عمل لود للقيمه اللي موجوده في الميموري عند الادرس اكس، عمل لها لود في الاكوميليتر. طيب عايز اعمل شيفت. عايز اعمل شيفت، المفروض ان انا بعمل شيفت دلوقتي. فانا هقول له اعمل لي برانش اللي سيف ادرس بتير من شيفت ده مثلا اللي هو اربع مرات. اسميه كده اس اتش 4. تمام؟ يبقى ده البرنامج او ده السب روتين اللي يعمل لي شيفت اربع مرات. طيب فين السب روتين؟ ادي السب روتين اس اتش 4 واقول له عن لما بيروح عند الادرس ده كان بيعمل ايه؟ عند الادرس ده اللي هو 135 اللي هو برانش ادرسيف ادرس للترم كان بيعمل ايه؟ بيسجل قيمه البروجرام كاونتر. مين اللي هيسجلها؟ انا ولا البرنامج؟ انا كبروجرامر بكتب برنامج ولا البرنامج لما بيجي يحصل اكسكيوشن؟ قول البرنامج لما بيجي ينفذ فانا احجز له المكان ده هو واقول له ده بالهكسا ديسيمال اهو زيرو. واضح كده؟ يبقى انا حجزت المكان ده هو هنا عشان ده اللي هيتسجل فيه الادرس اللي هيخليه يرجع. الادرس اللي هيخليه يرجع تاني. فعشان كده كتبتها هنا يبقى ده ما بيتكتبش فيه اي حاجه دايما في الجمله. اول جمله في السب روتين اللي هي اس اتش او ده اسم الجمله اللي بتيجي من هنا برانش اس اتش 4 هيبعته هنا. لما يبعته هنا هيروح هناك يسجل قيمه البروجرام كاونتر. الناس اللي بتتكلم هيسجل قيمه البروجرام كاونتر في هذا المكان في الادرس ده. تمام؟ سجل قيمة البروجرام كاونتر في هذا المكان. واضح كده؟ بعد ما يسجل القيمة دي هيبدأ السب روتين. أنا عايز السب روتين يعمل لي إيه؟ شيفت ليفت. هقول له شيفت سيركولار شيفت ليفت. سيركولار شيفت ليفت، سيركولار شيفت ليفت، سيركولار شيفت ليفت. عملها كم مرة؟ أربع مرات. كده عمل سيركولار شيفت ولا لوجيكال شيفت؟ سيركولار. عمل سيركولار ولا لوجيكال؟ سيركولار شيفت. طيب لو أنا عايز أعمل لوجيكال كان المفروض أعمل إيه؟ أصفر الـ قبل ما أعمل. يعني كان المفروض إن أنا أجي هنا أهو وأقول له كليرلي الـ إي سيركولار شيفت ليفت. كليرلي الـ إي سيركولار شيفت ليفت. كلير لل E سيركولار شيفت ليفت. كلير لل E سيركولار شيفت ليفت. صح كده؟ أو أو إن أنا أقول له حل ثاني. ممكن أعملها بحل ثاني، حل ثاني. عامل صبر روتين ثاني معاه أربع أشخاص وبعد كده أقول بعمله. عامل صبر روتين ثاني؟ ها؟ عامل صبر روتين ثاني ده يستدعي أربع مرات؟ عامل صبر روتين ثاني؟ أو مثلا نعمل لوب يعملها أربع مرات؟ ممكن اعمل كل اربع مرات. سيبنا من ديت، انا بتكلم عن اللوجيكال شيفت هنا. عايز اعمل لوجيكال شيفت. اعمل لوجيكال شيفت يبقى انا بعمل كلير للاي سيركولار شيفت ليفت، كلير للاي سيركولار شيفت ليفت، كلير للاي سيركولار شيفت ليفت، وهكذا. خدت كام انستراكشن؟ اربعه واربعه خدت ثمانيه انستراكشن. تمام؟ ممكن نعمل بدل دي كده، بدل ما اعمل دولت معنى ان انا بعمل كلير للاي يعني ايه؟ يعني الاكوميليتر هنا اول ما يعمل سيركولار شيفت ليفت كده اهو هيجيب هنا زيرو، ولما اعمل كلير للاي هيجيب كمان هنا زيرو، يجيب كمان زيرو، يجيب كمان زيرو.
صح كده؟ طب انا ما عملتش كبير بي اصلا، ممكن اعمل حاجه ثانيه، ممكن اقول له اند ماسك، اعمل له قناع يعمل اتنينج معاه، وقيمه الماسك ديت قيمه الماسك اهو ده هيبقى عباره عن داتا، واقول له الماسك ده عباره عن اف 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 زيرو ليس الاسم. طبعا هنا لازم اقول له ده اه على طول كده اف اف زيرو. ماشي يا شباب؟ يبقى الداتا بتاعتنا هنا عباره عن هكساديسيمال، هكساديسيمال خلينا نكتبها برضه هكساديسيمال اف 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 زيرو. يبقى لما يعمل الاتنين جديات ماشي، لما يعمل اند للماسك ده يبقى هيعمل اند 4 زيرو الاولانيين ايا كانت قيمه القيمه اللي موجوده في الاكوميليتور هنا هيخلي دولت زيرو. تمام؟ هيخلي دولت زيرو، وبالتالي انا كده عملت اند. يبقى انا استعطت عن ان انا اقول له كبير للاكوميليتور هنا وهنا 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 وهنا، يبقى انا استغليت برضه ان عندي اند وعملت اند مع الماسك اللي موجود عندي ده، وبالتالي انا عملت كده كاني عملت كبير للاكوميليتور 4 مرات. واضح؟ مش واضح؟ نعم. بص يا شباب دلوقتي انا عندي الاكوميليتور جاي في 1 0 1 1 دولت 4 زيرو الاولانيين. المفروض لو انا بعمل لوجيكال شيفت يبقى كل مره كل ما اجي اعمل لوجيكال شيفت احط 0 في الاي. تمام؟ احط 0 في الاي ولما اعمل شيفت هيجي لي هنا 0. لما اعمل شيفت ثاني احط 0 في الاي يبقى المره الاولانيه كان هيجي لنا 0 1 0 1 1. ده لو كانت القيمه دي هي موجوده يعني. وبعدين اعمل شيفت ثاني كان المفروض احط 0 0. وبعدين احط 0 0 0 وبعدين 0 0 0 0 اهو 4 0. طب انا ما حطيتش في الاي اصلا، ما عملتش هنا؟ هنا ما حطيتش كبير للاي قبل ما اعمل سيركولار شيفت. هنا عشان اعمل سيركولار شيفت، عشان اعمل سيركولار شيفت ليفت، مش كنا بنعمل كبير للاي بعد كده بنعمل سيركولار شيفت ليفت؟ انا بس ما عملتش اصلا دي، ما عملتش دي، عملت سيركولار شيفت ليفت بس. يبقى انا بينقصني اربع مرات ان انا اعمل كبير للاي، ممكن اعملهم مره واحده عن طريق ان انا اعمل ماسك. تمام؟ اندنج للماسك مع اف اف، طبعا الماسك اللي هو اف 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 زيرو، يعني هيبقى اربعه وحايد واربعه وحايد واربعه وحايد واربعه زيرو. طبعا لما اعمل اندنج مع اي حاجه بتساوي واحد بينزل لي نفس القيمه، مع اي حاجه بتساوي زيرو بيعمل لي كبير. السلكتف كبير اللي احنا خدناها في شابتر واحد او الجزء الاولاني في المحاضرات الاولانيه خالص اللي خدناها. طيب بعد كده المفروض كده خلص، خلص الكبير، خلص الشيفت ليفت وشال الاربع ليفت اللي موجودين. المفروض الخطوه اللي جايه تبقى ايه؟ بان اندايركت. ها؟ بان اندايركت. بان اندايركت. يبقى المفروض بان ان بان اس اتش 4 ان دايركت. مظبوط كده؟ اس اتش 4 ان دايركت. يبقى كده هيروح بان هيروح على اس اتش 4 هيعمل فيها ايه؟ هياخد القيمه اللي كانت موجوده هنا. تمام؟ والقيمة اللي كانت موجودة ديت هي عبارة عن الادرس التالي البرانش اند سيت ادرس ريتيرن اللي موجودة. يبقى هيجي القيمة هيجي ينفذ الخطوة ديت اللي هقول له ستور اكس، يعني خد من نفس القيمة في الاكس. يبقى كده انا عملت شيفت للاكس اربع مرات. تمام؟ وبعدين هقول له لود واي القيمة الثانية ماشي وبرانش اند سيف ادرس ريتير اس اتش 4 نفسه. وبعد ما يخلص ويرجع اقول له ستور اكس ستور واي وبعد كده حاضر. ماشي كده؟ طبعا هنا خلاص انا خلصت كده بند
يبقى ده السب روتين. الجمل دي هتتنفذ ولا مش هتتنفذ؟ الجمل طبعا خلينا نكمل بس بقيه البرنامج. عندنا اكس ده هيكسا ديسيمال القيمه، وواي ده عباره عن هيكسا ديسيمال وانت. الجمل الواقعه بين انت وهابط، الجمل الواقعه بين انت وهابط الاسمبل بيعمل فيها ايه؟ ما بيبصلهاش الا لو اتعمل عليها بمب، ما بيبصلهاش الا لو اتعمل عليها بمب. الاسمبلر هي ولا في الورقه.
تكتبوا على خلاص العمل حاجة يطلعها قدام عشان دول بس اللي هتاخدهم يعني ماشي؟ الفكرة كالتالي أنا عايز أعمل تو نمبرز ماشي يا شباب عايز أعمل تو نمبرز يعني هو نفس البرنامج ده اللي قايل في البرنامج ده أنا مش هعمل حاجة هنا في الجزء ده مش هعمل حاجة خالص مش هعمل حاجة خالص السبروتين نفسه ممكن يعني خلي السبروتين يناديلي القيمة اللي موجودة فلما أقول له هنا برانش سيف ادرس ريتيرن اس اتش 8 اس اتش 8 على اساس ان انا هعمل 8 مرات وادي اس اتش 8 اللي هعدله واللي فايده انك برضه بتشتغل في سبروتين انك ممكن تعمل البرنامج يبقى المين بروجرام ثابت وتروح تعدل وتروح تعدل في السبروتين بس يعني المين بروجرام ثابت وتعدل فيه السبروتين بس طيب انا هقول له هنا اهو اختار اتش الهكسا ديسيمال زيرو زي ما احنا عاملينه بالظبط اول جمله مش هنعدل فيها حاجه طيب الجمله اللي بعدها المفروض اول ما يدخل يعمل لي عداد يعمل لي عداد فهقول له لود مثلا نمبر والنمبر حسب القيمه اللي هحطها فيها لو انا حطيت ماينس 8 يبقى خلاص هي بتدوس كومبلمنت لو اعتبرت ان هي 8 يبقى لازم اعمل لها كومبلمنت وبعدين اعمل لها انكريمنت تمام واخزنها في الكنترول فانا اعتبر النوم ناقص 8 وهقول له ستور في الكنترول نعمل لنا كنترول تمام كده وبعد كده لود طبعا المفروض هنا لود اكس يعني المفروض اللود اكس دي هنزلها تحت تمام لود اكس هنزلها تحت طب ليه انا كنت قلت هسيب الجزء اللي فوقاني زي ما هو طبعا ممكن اعملها بطريقتين يعني اما اعملها بالشكل اللي انا عاملها بيه دلوقتي يا اما نزل اللود اكس هنا ليه حطيت لود اكس هنا نعم عشان ايه لان انا عملت لود لنمبر فشغل الاكوموليتور هنا فشغل الاكوموليتور هنا يبقى في الحاله دي هاخد القيمه اللي موجوده دي اعمل لود للاكس مره ثانيه وماشي خلاص وبعدين اقول له سيركلر شيفت ليفت ماشي كده سيركلر شيفت ليفت للقيمه اللي موجوده هنا كده سيركلر شيفت للقيمه اللي موجوده هنا وبعدين اقول له اه طيب سيركلر شيفت ليفت وبعدين عايز ازود العداد هقول له انكريمنت اند سكيب زد للكنترول اهو يبقى كده هينقص الكنترول بمقدار واحد مظبوط كده لو كان وصل للزيرو يبقى يعمل سكيب يبقى لو ما وصلش للزيرو هقول له بامب على اللود تمام كده اقول له بان على اللوب اللي موجود عندنا ماشي كده يا شباب واضح طبعا هرجع هنا اوديه وبعدين المفروض هنا برجعه يعمل لود الواي مره ثانيه او الحل الثاني طبعا الحل فيه حل ثاني افضل ماشي عشان اخلي السبروتين ثابت ان انا الكنترول ادخله من فوق الكنترول ادخله من فوق ده احد الحلول بس لازم اعدل في السبروتين مش هيبقى نفس السبروتين بالشكل ده كده اعدل انا السبروتين اهو اعدل من بروجرام اللي موجود عندنا اهو انا قلت له دلوقتي هقول له لود نم عشان احافظ بس على السبروتين زي ما هو هقول له لود نم واكتب السبروتين هنا اقول له لود نم بعد كده ستور في الكنترول على اساس ان النمبر هي عباره عن ماينس 8 تمام؟ بعد كده لود اكس
بعد كده لود اكس بعد كده ينبع الصبروتين. لما يروح الصبروتين هو كده رايح بالكنترول ماينس 8 رايح بالكنترول ماينس 8 يبقى يعمل سيركولار شيفت ليفت على طول. كنترول ناقص 8 دي في الميموري والاكوموليتور في اكس مظبوط كده يعمل سيركولار شيفت ليفت على طول. بعد كده اقول له انكريمنت اسكيب زيرو وبعدين بط على اللوب اهو ويرجع اهو على اللوب. لو خلص طبعا طبعا على اللوب المفروض بعد ما يخلص دي يبقى هو كده عمل 8 مرات. اقول له اند للماسك والماسك هنا هتبقى عباره عن الماسك اهي هتبقى عباره عن اف اف 0 0 تمام. ادي الماسك اللي موجود عندنا. طبعا بعد دي المفروض اقول له دان انكونديشنال اندايركت بان على الهكسا ديسيمال اهو على الاسف على الاس اتش 8 الاس اتش 8 اندايركت. بالنسبه للواي مش انا كده المفروض تستقر الواي 16 لا انا لسه ما كملتش الواي اكمل الواي تمام. انا هنزل دي شويه واقول لك هنعمل ايه بالنسبه للواي خلاص. احنا عندنا هنا برانش ريسيف ريسبتير اس اتش 8 خلصت كده هقول له ستور هيرجع هنا هقول له ستور اكس يبقى كده خزن اكس تمام. هرجع تاني هقول له لود نعم مره تانيه تمام وستور في الكنترول ستور دي في الكنترول وبعدين لود وار مظبوط كده لود وار مره تانيه ويبقى السب روتين كده ثبت السب روتين اللي موجود عندنا. طبعا عشان انا ما عنديش غير الكنترول بس ما عنديش غير ان انا اللي هي الاكوموليتور اللي بعمل فيه القيمه ببعت فيه الداتا بتاعتي اللي موجوده يبقى انا بعت الداتا اللي موجوده هنا تمام. واضح كده بعت الداتا اللي موجوده هنا. طبعا في حلول ثانيه كتيره يعني مش هو ده الحل الوحيد برضو عشان ايه لو انا شفت حلول وقلت ماشي يبقى مش هو ده الحل الوحيد اللي موجود. طبعا المفروض ان عندي هنا نام برضو عشان نكمل بس بتساوي ديسيمال ماينس 8 وده هيكسا ديسيمال اف اف 0 0 الفكره. اتفضل يا باشمهندس. وانا ما بزودش العداد بتاع اللوب اصلا انكريمنت دي بي ام 0 بعد ما تزودش العداد بتاع اللوب بتاع ايه؟ اللوب اللوب سي ار تمام تمام خلاص تمام تمام ما كانتش مكتوبه صح؟ ما عندك حق فيها مش هقول لك ان انا فعلا نسيت انا كتبت انكريمنت اند سكيب زيرو ونسيت اكتب اسم الكاونتر هنا مش عندك حق فيها ماشي انما بالشكل ده كده خلاص بقى صح تمام؟ واضح كده يا شباب؟ الفكره كالتالي الفكره انك بتستخدم التولز اللي موجوده عندك اللي هم عباره عن 25 انستراكشن في تنفيذ اللي انت عايزه تمام؟ بتطوع الانستراكشنز اللي موجوده بالشكل اللي انت عايزه. طيب نيجي ناخد برنامج ثاني طبعا ممكن اكتب الاور اكتبها كسب روتين او الاكس اور اكتبها كسب روتين تمام؟ يعني ممكن اكتب الاور كسب روتين او الاكس اور تصور دي سيبها لك ديت تعملها ونشوف البرنامج اللي موجود. هناخد برنامج تاني اللي موجود على الشاشه ده عشان نشوف هنعمله ازاي. بيقول رايت سب روتين رايت سب روتين يبقى البرنامج بتاعي الاصلي هو عباره عن سب روتين. انت اثناء السب روتين يعمل لك اللي انت عايزه تمام؟ تو موف بلوك اوف داتا هيحرك بلوك من الداتا من الميموري ويحطها في مكان تاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي الميموري بالشكل ده كده ده بلوك 1 وده مكان بلوك 2
كده ده بيبدا من ادرس معين لو سمينا اي دي 1 وده بيبدا من ادرس اي دي 2 تمام كده يا شباب يبقى الادرس ده بدايته معلومه والعدد ده معلوم العدد ده معلوم مظبوط كده يبقى والبدايه الثانيه معلومه يبقى الادرس ده معلوم الادرس ده معلوم ماشي كده عايز اعمل ايه عايز اجيب الورد ديت احركها هنا طبعا ممكن وانا بحركها اعمل عليها اوبريشن تمام يعني مثلا ممكن وانا بحرك القيمه اللي موجوده هنا ماشي القيمه اللي موجوده هنا ممكن اضيف عليها اي قيمه خلاص او اعمل كومبلمنت او اعمل كبير لجزء منها اعمل كبير لجزء منها او اعمل شيفت لوجيكال شيفت للداتا اللي موجوده وادخل السبروتين ده مع السبروتين ده ممكن اعمل لها لوجيكال شيفت هنا طيب احنا هناخد بس الفكره الاول وبعد كده الحاجات الثانيه ممكن نضيفها يقول لي هنا ايه احنا دلوقتي عندنا بلوك من الميموري بلوك من الداتا الموجود في الميموري ناخد البلوك كده انقله هنا ممكن وانا بنقله اعمل عليه اوبريشن والاوبريشن هنا بتختلف ما عنديش اوبريشن واحده محدده انما انا عندي اكثر من اوبريشن موجوده واضح كده يبقى انا هاخد مثلا ممكن وانا بنقله اخد الكومبلمنت بتاعه يعني يقول لي ايه اقرا الداتا البلوك ده وكل وورد تقراها هات الكومبلمنت بتاعها واحفظه منه. طبق ديت يبقى احنا عندنا عملنا اوبريشن والاوبريشن بتختلف. بيقول لي انسى كولنج بروجرام في الكولنج بروجرام او في المين بروجرام يا باشمهندس في المين بروجرام او الكولنج بروجرام اللي موجود برانش اند سيف ذا برانش اند سيف انستراكشن ادرس ريتيرن انستراكشن از فلود باي 3 بارامترز. البرانش اند سيف ادرس ريتيرن اللي هتستخدمها عشان تعمل كول للسبروتين بيبقى وراها ثلاثه بارامترز. الثلاثه بارامترز عباره عن ذا ستارتنج ادرس ذا فيرست بلوك تمام وبعدين ذا ستارتنج ادرس ذا سكند بلوك اند ذا نمبر اوف ووردز ان ذا فيرست بلوك والنمبر اوف ووردز في الفيرست بلوك. وضحت المساله ولا لسه؟ اهم حاجه نفهم المساله بتقول ايه يبقى احنا دلوقتي عايزين رايت سبروتين تو موف مش موف تو جيف او تو ديترماين ذا كومبلمنت اوف ذا ايتش وورد ذا فيرست بلوك اند ترانسفير ات تو ذا سكند وورد ذا سكند بلوك تمام يبقى هجيب الكومبلمنت بتاعها. طيب نعمل الكلام ده ازاي الداتا اللي موجوده عندنا عندي نم اهو ده عدد العدد بتاعي اللي موجود عندي ماشي العدد اللي موجود عندي وعندي الادرس واحد وعندنا الادرس اثنين طيب هقول له كده ادي اوردر 50 مثلا ماشي كده وبعدين هقول له بيقول لي اول حاجه اول جمله عندك هتبقى برانش اند سيف ادرس ريتيرن لانه برانش اند سيف ادرس ريتيرن وراها كل الداتا اللي موجوده هقول برانش اند سيف ادرس ريتيرن مثلا ام في نسمي البتاع ده اسمه ام في سبروتين ده ام في ماشي كده بيقول لي وراه بيجي لك ثلاث قيم موجوده القيمه الاولانيه يقول لي بالهكسا ديسيمال مثلا اهو القيمه الادرس الاولاني 3 4 5 6 مثلا او 3 بلاش دي خليها 200 2000 او ماشي ممكن اخليها 2000 ماشي خلاص طيب وعندنا ديسيمال 200 يبقى البلوك نفسه حجمه 200 وورد تمام؟ جاي لنا البرنامج بيقول لي اعمل برنامج بهذا الشكل اللي موجود اول قيمه
هي عبارة عن الادرس رقم واحد، القيمة الثانية ادرس رقم اثنين، القيمة الثالثة ادرس رقم ثلاثة، وحرك البلوك ده واعمل له كونفليمنت. كده البرنامج خلص خالص تمام؟ بعد كده حوله خالص. البرنامج الرئيسي خلص. نروح بقى نشوف البرنامج الفرعي اللي بيقول لي نور موف. أول حاجة في موف هتبقى إيه؟ هكسا ديسيمال زيرو. هكسا ديسيمال زيرو هيحط فيها إيه؟ هيحط في دي إيه؟ الأدرس تمام؟ اللي هو الأدرس ده أدرس الإنستركشن دي هو ده اللي هيتحرك بيه هنا. طيب عايز أحمل الداتا بتاعتي أقول له لود من ام في ان دايركت هيعمل اف دي انت ها هيعمل اف دي هيروح عند ام في هياخد الادرس اللي موجود هنا ويروح يجيب القيمه من الادرس ده تمام يبقى القيمه ديت اللي هو الادرس الاولاني هقول له ستور ده هو في اي دي 1 يبقى ده الادرس الاولاني مظبوط كده طيب بعد ما عمل ده عايزه يقرا القيمه دي يبقى لازم اقول له انكريمنت سكيب زيرو للام في عشان يزود القيمه اللي موجوده هنا في الام في يعني لو كانت دي 50 ودي 51 ودي 52 ودي 53 ودي 54 ودي 55 القيمه دي 55 في الميموري حط فيها القيمة اللي هي 51 تمام؟ حط فيها القيمة اللي هي 51 لما اقول له انكريمنت سكيب زيرو للام بي هيزود القيمة دي هتبقى 52 مظبوط كده؟ هيزود القيمة تبقى 52 وبعدين اقول له لود من ام بي ان دايركت القيمة التانية اللي هي دي مظبوط كده؟ وبعدين اقول له ستور في ادرس 2 خزنها في ادرس 2 تمام كده؟ وبعدين اقول له increment and skip 0 لل MV خد ال MV زودها بمقدار واحد كمان يبقى كده انتقل للادرس ده اقول له load indirect ال MV indirect وبعدين store طيب القيمة دي محطوطة هنا ايه؟ 200 positive ولا negative؟ مصدف يبقى لازم في الحالة دي تقول له كومبليمنت للقيمة دي اللي هي موجودة في الاكوميليتر وبعدين انكريمنت وبعدين ستور في كنترول تمام يبقى كده عمل ايه لود بالقيمة دي اللي هي 200 وعملناها كومبليمنت وبعدين عمل انكريمنت يبقى كده جاب التوز كومبليمنت التوز كومبليمنت هيخزنه في الكنترول تمام كده وبعدين اقول له انكريمنت اند سكيب زيرو للام في الام في حاليا هنا تبع الجمله دي ده بيحتوي على ادرس كام؟ بيحتوي على ادرس كام؟ هو بعد الاخيره دي 54 بيحتوي على 54 تمام؟ هنا هو كان لما جه هنا كان عباره عن 51 لما عملنا انكريمنت بقى 52 انكريمنت بقى 53 انكريمنت هنا بقى 54 بحيث لما يخلص السبروتين ويرجع تمام ويرجع يرجع على هارد هيبقى انا كل الداتا الموجوده عندنا ماشي كده يا شباب عايزين نعمل اللوب هقول له لوب اه لسه 10 دقايق لوب ماشي يا شباب كده طيب في لوب هقول له ايه تعمل لي لود من ادرس واحد ان دايركت تمام يعني هيروح عند ادرس واحد اللي هو البوينتر نفذنا دي قبل كده عند بوينت ادرس واحد ده هيجيب الادرس اللي موجود فيه القيمه اللي مسجله فيه وهياخد القيمه دي يروح يجيب منها القيمه اللي هي عندها خد بالك
ده مش هو ده قيمة الادرس بس. انا عملت تاني القيمة دي كانت موجودة هنا ما كانش موجودة تحت الادرس ده. يعني الادرس ده مش هنا. الادرس ده عبارة عن 2000 وده عبارة عن 3000. انا فتحت تاني مكان تاني سميته ادرس 1 ومكان تاني سميته ادرس 2. بوينتر عشان بس تفهمه ده عبارة عن بوينتر اخذت فيه القيمة دي اللي هي 2000 والقيمة التانية دي حطها هنا. يبقى ده عبارة عن بوينتر لما ازوده انا ماليش دخل بالقيم اللي موجودة في الادريسنج هنا. انا بزود البوينتر ده بس او البوينتر ده بس. طيب انا هعمل ايه على الداتا اللي موجودة؟ حاليا انا جبت الداتا اللي موجودة هنا حطيتها في الاكوميليتي. انا عايز اعمل فيها ايه؟ عايز اعمل كومبلمنت. اقول له كومبلمنت وبعدين ستور. ستور فين؟ ادرس 2 اندايركت. تمام كده؟ خلصت كده. وبعدين اقول له انكريمنت اند سكيب زيرو، انكريمنت اند سكيب زيرو، انكريمنت اند سكيب زيرو. طبعا ما حطيتش ادريسنج هنا، انا عارف ان انا ما حطيتش ادريسنج. رتب لي دولت. حط ايه هنا وايه هنا وايه هنا من دولت. ها الناس اللي قاعده سرحه مش معانا خالص هنا. رتب لي دولت احط ايه هنا وايه هنا وايه هنا. لازم اعمل انكريمنت هنا واعمل انكريمنت واعمل انكريمنت. لازم ازود العداد ده واحد، ازود العداد ده واحد والكنترول انقصه واحد. ها طيب ماشي سمعت من الكلام. اهم حاجه الست اب في الاخر اثنين ولا مش كده. ها اهم حاجة زي الباشمهندس ما قالت الباشمهندس برضه ما قال ان ده يبقى الكنترول هنا. اي دي 1 واي دي 2 ما تفرقش معانا ده قبل ده او ده قبل ده. مش فارقة. طيب ليه مش فارقة يا باشمهندس؟ باشمهندس اللي ورا. ايوه ايوه والله انت ها عايز اسمع منك. طيب انت قال ورا ها انت اول قدامك يعني مش مشكله يعني اهل نضاره وعارف نفسه والله يا ابني بس جاي مش عارف يعني باشمهندس اللي شاغل نفسه بحاجه كده في ايديه. ايوه انت جمع اللي وراك اللي وراك. ايوه ايوه مش عارف. طب ليه مش عارف يعني مش عارف هيعدي اخر خطوه لو بيكريمنت الستار الاول لان هيبقى ساعتها بقى بزيرو. طبعا ما ينفعش ده وده يتحطوا هنا اي واحد فيهم لان عمره ما هيوصل للزيرو وبالتالي ما ينفعش يبقى لي كنترول. هو كله هينقص يعني ده هينقص وده بيزيد وده بيزيد. اللي هينقص بس يوصل للزيرو هو ده. اقول له هو يبقى ده انكريمنت واقول له هنا بام على اللوب. تمام؟ لو ما بانش على اللوب هقول له بام الام في ام دايركت وبعدين كده هالت. طبعا دخلت هالت احط الداتا بتاعتي اللي موجوده وبعد كده ايه بقى؟ ماشي يا شباب؟ واضح؟ وبعد كده ان انا حطيت ليه حطينا ده اخر واحد؟ لان ده الوحيد اللي هيوصل الزيرو. اي واحد من دول ما بيوصلش الزيرو. طيب ليه استخدمناه قبل كده؟ احنا اتكلمنا وقلنا ليه استخدمناه قبل كده. هنقف لحد هنا السب روتينز. طيب عندنا الانبوت او البروجرامنج اللي موجود. بالنسبه للبروجكت بس تنبيه عشان البروجكت يعني. تنبيه بالنسبه للبروجكت. لازم يبقى في عندك الانبوت تظهر لي الانبوت على وسيله اظهار. لو انا ما قلتش يبقى الانبوت بتاعك يبقى واضح والاوتبوت يبقى واضح. تمام؟ عشان اقارن الدايره بتاعتك اشتغلت صح ولا لا.
عمل ايه؟ جاب ديب سويتشز. عارفين الديب سويتش؟ تمام؟ الديب سويتش عملها ولحمها، لحمها بقت ملحومه تمام؟ وعلى اللي هي على برنتد سيركت يعني مطبوعه، او ممكن يشتري واحده جاهزه بس بيفصل الحاجات اللي موجوده. انا عندي الاكزامبل اللي موجود عندي في المكتب، اللي عايز يبقى يجي يشوفه عشان ما حدش يتحجج لي بالسويتشز اللي عماله كل شويه بتطير. مش حاجه السويتش اللي بتطير